هي كانت على وعينا خمسة بازات الأجانب ما تنقطع منها خالص الكنيسة. موضوع حلقتنا اليوم من شوارع وحارات عن قرية قلبلوزي التي تعتبر تاريخي في جبل السماق، أدرجت منظمة اليونسكو كنيستها البيزنطية على لوائحها للتراث العالمي. شو بتشتهر وليش سمت؟ خليكن معنا. قلبلوزي اسم قديم، يجوز ما بنعرف قديما، يجوز مشهورة بزراعة اللوزيات، بزراعة الأشجار المثمرة، يعني بجوز الاسم لحق الانتاج اللي هي فيها، لانه كل مكان له سبب للاسم. والله سموها قلبلوزي في الاسم، يعني بيحكوا جدادي وابوي قديما يحكي قدامي مثلا سموها قلبلوزي لان فيها قال فيها سجل لوز كتير، طبعا كويس شعبه كويس، سموها في الاسم هذا قلبلوزي فيها سجل لوز كتير. قلبلوزي اسم يعني سموه قلبلوزي، فيها كنيسه قديمه ومشهورة وبلد هو مرتفع، يعني سموها بلد جبل عالي، يعني اسمه قلبلوزي سموه قلبلوزي. والله نسبة كان في قصر من زمان قدامه حوالي لوز كتير، وكان في لوز كبيرة، يعني الاسم سموه لوز قلبلوزي لأنه باللوز قديم يزرعوا لوز كتير كون فيها، إذا سموها قديم يعني من قديم الزمان بيحكوا لنا هالشكل. لأنه جماعة طيبين وبلد حلوي سماها قلبلوزي. والله وعينا كل كنيسة قلبلوزي، وكانت يزرعوا فيها جوز وما جوز وهيك وبتعرف لحف اللحين، عندنا زيتون عندنا غنم عندنا الحمد لله. طبعا هذه الكنيسة توجد بطريق الحج المسيحي الذي كانت تبدأ من آيا صوفيا إلى أنطاكية مرورا بدير سمعان وكنيسة قلبلوزي وكنيسة المشبك إلى صيدنايا فكنيسة القيامة إلى بيت لحم. فنحن بنحسن نقول بهذيك الأيام كانت هذه الكنيسة عبارة عن مكان لاستقبال الحجاج. ومنلاحظ بالبيوت الأسرية اللي غرب الكنيسة قديما هي عبارة عن فنادق لاستقبال هؤلاء الحجاج في الطريق الحج المسيحي. قرية قلبلوزي تابعة لإدارة منطقة حارم ولا ناحية قرقنية، عدد سكانها يعني 1500 حاليا 2000. كنيسة قلبلوزي هي من القرن الخامس الميلادي، تابعة إلى 4 فنادق موجودين حول القرية بالمحيط، وفي 5 قرى أو مدن كمان أسرية تابعين لكنيسة قلبلوزي. بالنسبة لتسميتها اللي هي في أكثر من اسم، يعني هلا في بترجع هي للقلبلوزي قصر اللوزي، يعني قصر لوزي، لوزي بتوقع يعني لا اسم لا إله أو لا ملكة يعني، وفي أنه كان في جنبها شجرة لوز جنب الكنيسة فكانت قصر لوزي نسبة للشجرة. مثل ما شفنا كان للأهالي روايتين حول تسمية قلبلوزي بهذا الاسم، الرواية الأولى بتقول نسبة للقصر اللي كان بجنبه شجرة لوز، والرواية الثانية بتقول نسبة لقصر الملاذ. كونوا معنا بحلقات جديدة وبمناطق جديدة دائما معنا ببلدنا.